فريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لقب بطولة كأس السوبر الدولية، وذلك عقب الفوز على بيروت اللبناني بنتيجة 84-77 في المباراة التي أقيمت في سوريا خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري. شهدت المباراة حضور أسامة خضر السفير المصري في سوريا وأحمد عطا ووائل سليم قنصلي مصر في سوريا، ويتكون الجهاز الفني للزمالك من وائل بدر مديرا فنيا ومحمد السحارتي مدرب عام وكريم حاتم مدرب وإسلام جمعة طبيب ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مدير إداري، ويترأس الباسة الكابتن طارق السعيد رئيس جهاز الكرة السلة بنادي الزمالك. مبروك للسلة للزمالك، ليلة مختلفة من ليالي البيت الأبيض سواء في كرة القدم وكذلك في السلة. عدد